أحلى شيء برمضان هو لمة العائلة. كل شيء، يعني أنا صدق لما أفكر به كل شيء، لأن أول شيء هو رمضان فرحة لنا، حتى البيت إحنا نزينه ونسوي هاي الهلالات ومدري شو، يعني هو احتفالية من يعني من البيت، الملابس، الأكل، اللمة، فهو كله سيلبريشن تحسي. أحضر جمعة رمضان أول شيء طبعاً أهم شيء الأوتفيت وميك اب. ميك اب شعراني يعني كلش بسيطة بشعري، بس الميك اب هو اللي يكون لعب الدور الأكبر بالطلة مالتي. أول يوم رمضان لمة العائلة أكيد، لازم يعني ما حد، لازم كلنا نكون موجودين، والأكل اللي سووه يعني فتشي مفضل مالتي اللي هو البشاميل اللي بيبيتي تسوي كل رمضان، أول يوم رمضان لازم، وشربة العدس مالتها. إذا لازم أختار شخص واحد أقضي وياه لرمضان كله هو جدي. وأني متفرحة وياه؟ أفرح، بس جده غير. كل عام وانت بخير. هذا رمضان Think Beautiful.